السلام عليكم اخوان اخوات، مازلنا هنا في سان انطونيو. غادي نمشيو لواحد البلاصه دابا فيها عندهم واحد المآثر تاريخيه تما، حاولوا نكتشفوها فما تمشيو بعيد، بقاو معنا ومرحبا بكم. بالنسبه للناس اللي جداد فيكم انتوما، بلاصه هنا زوينه، مرحبا بكم. هاو هنا هذا ديال ايرلندا، هذا عايش الملاهم تما. غادي نشوفو فين بقاو معانا ونوريكم كل الجديد، كل حاجة كاينة هنا جديدة شوفوها. هذا هو ماريو تاون بليس، هذا هوتيل ديال سميتو هيلتون. فيديوهات دائما في اماكن مختلفة، هنا كاينة في تكساس، بغيت نسجل لكم هنا مجموعة من الحلقات هنا في سميتو، مجموعة من الحلقات هنا في سان انطونيو. كنتمنى ان يعجبكم هذا المحتوى وهادشي اللي كنقدم. الى شي عندكم اقتراحات ولا شي حاجه بغيت تقولوا لي، ثانك يو سير. الى عندكم شي حاجه بغيتوا تقدموا عليا اقتراحات ولا شي حاجه، مرحبا بكم. اي انتقاد اي حاجه مرحب به، كما هو مرحب باللايكات والاعجابات اللي كتعطيو. فبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، العائله ديالكم، لاو ساني تاقشوا مع واحد خونا في الله صغير. جيمي تشامبرز، هادو بيكابات البكا، كاين هادو ديال الضو، البيت كيتشارجاو زوينين، كاينين هادو تا هما، تا هما بالضو، ممكن يخدمو مانيول ولكن يخدمهم بجوج. كل ولاية عندها الإعلام ديالها، باش كتشتغل على البوليس ديال البارك البوليسي. شوفو الدنيا هنا عامرة، الدنيا هنا البشر، باش كتجي من جميع الولايات. الدنيا هنا مكتظة، هنايا بشر كتير. كاين بعض الخطرات شي ناس هنا اللي كتصور من داكشي، كاين اللي ما كيعجبوش الحال، فكنحاول نتفادى مشاكل مع الناس
اللي ما كيبغوكش تصوروا كنحتارموا القضيه هذه. هذا هو الالام وهو هذا المتحف ديالهم. يوك هنا وير ماسك ديالك، دير الماسك. هذه هي الاسلحه اللي كانوا كيستخدموا قديما، دوك المدافع ديالهم وداك الشيء. ها هي فاوند ريبليكا كانونز. الف وتمنميه واثنين وخمسين by Samuel Maverick near the northwest corner of the Alamo. ونكادرو لكم على داكشي التاريخي ديالهم. كاين تاني هذا the Alamo Welcome Center. وهادو هانتوما كيما كتشوفو الدنيا هنا كيفاش دايره. بنادم كيخرج يدور ديما هنا، الدنيا عامرة ديما، سوا الويكاند. الويكاند كتر كتر من الأيام العادية. دابا اليوم على الثلاث، شوف شحال تاع البشر كاين. فا البوليسي المدفع هذا اللي كان كيتستخدم في الحروب ديالهم. حتى هما كانت عندهم حرب اهليه ما بين صحاب الشمال والجنوب. هاي Alamo Church Preservation. تشيرش هي الكنيسه. هذا هو كيفاش داير. خلي هذاك قال لك الله يحفظك من فم المدفع. هو هذا صراحة زوينة عندهم هنا. بني قديم هذا سنوات. هاي الألمو أوبن ديلي، كيفتح مع 9 ديال الصباح يسد مع 5:30 ديال العشية. كنظن أنه باقي الوقت. هانتوما الناس هاهما. هاد المسائل عندهم هنايا، شي قديم، داكشي من حجر من شحال من عام. هاد الشجرة هادي قديمة بزاف، العمر ديالها شحال من سنة. Archaeology for preservation. شي قديم ديال الحفريات وداكشي ديالهم. وهنا الفلوس تبارك الله، الناس كتطوع شتيها ياك. Thank you your donation help preserve Alamo. الناس كتلوح هنا الفلوس. هذا archaeology تاهي الحفريات. مبنى قديم هذا، قديم بزاف. Erected in the grateful recognition of the supreme act of heroism of the 32 men from Gonzales who gave their lives in the Alamo in response to the appeal of Travis. كيدو على النبذة للناس اللي هما زعما داروا الدماء ديالهم وضحاو من قبل هذا الألامو هذا. الناس مازال هنا كت عرفتي شنو مازال لهي شنو كاين هنا. ندخلو نشوفو.
اللي كيعطيني هذا تاريخي على شكون هو السيد هذا اللي واحد التمثال ديالو سميتو ويليام بارد ترافيس، دا من واحد من دوك اللي ضحاو زعما. وهذا زعما التمثال ديالو. كاين هذا تا هو هنا. هذا تا هو معاه شكون هو؟ هذا سميتو خوان لي بوي موسينو سيكين. الناس كتشوف هنا الالبوم تاع ولا ما عرف شنو داكشي كاين تما، دابا نمشي نجيب ويرا نشوف شنو كاين. كاين هاد خونا هذا تا هو من الناس المحررين اللي ضحاو زعما بالدم ديالو، سميتو ديفيد، سميتو ديفيد كروكيت. It's okay, no problem. هذا ديفيد كروكيت. وكاين هاد خونا شوفو تا هو شكون هو، هذا سميتو جيمس بوي. شكون تاني هادي؟ سوزان، هادي مرا هادي سوزان، حتى هي ضحات براسها زعما. ضحات تبول خلال الولادة تاهم مشاو لها وقيلة 1814 1883، يعني امتى تزادت وامتى ماتت. كاين هاد مول العود هذا، عطات شلا حرب هنايا وشلا ما يتقال وشلا ما يتعاود عند الناس هادو. كانت تاهما عندهم الحروب، كانت حروب أهلية، كانت حروب داكشي مع المكسيك، كانت بزاف ديال الحروب. على داكشي كامل الحرب كيفاش كانت وامتى وقعات وامتى كاين الخصائص كامله في هادشي هنايا. نفس الشيء هنايا from republic to early statehood، شي التاريخ ديال تكساس كامل. الخبيزتهم كانت عندهم حروب بزاف في الماضي، ماشي حاجة ولا وان نيشن، يعني ماتوا الناس وشحال من حاجة وقعات باش ولاو، باش ولات الولايات، باش كتسمى الولايات المتحدة. كانوا مفرقين، كانت كل ولاية كدار مع ولاية. كان بزاف ماشي هنا 1794 حتى 1821 the decline of Spanish rule، خلصوا من داك داك Spanish rule، يعني هما داك سميتهم هذوك اللي جاو مع كريستوف كولومبوس والمكسيكيين ومن هسبانيك كاملين اون جينيرال. The mission period. Oh, you're good, you're good. No problem. بني قديم هادشي هذا بزاف اركيولوجي.
هذا التاريخ القديم ديالهم. نو انترنس، ما بغيت واحد يدخل من هنا. كاين هذه على موجيت شوب كيبيعوا فيه داكشي ديالهم تما. واو الا مدخل لنا دابا البوليس دو الون ميزيم ويلا. هانتوما الخوت الحوت عندهم هنا اللي كيجي من النهر، عندهم بحال قنوات عندي غير حوته وحده. الشيء الباقي ما عرفناش شنو هو. ها هو ها هو قلبوا على الماكله كيلوحوا لي من الناس شي حاجه. القنوات كيبقاو يدوزو من تحت منهم. كلشي الدرك عندهم قديم، الدرك هادي شو شحال عندهم من عام، راه من كتر من العهد ديال الهيطليق. وي هنا عندهم الأمن في كل بلاصة، عندهم واحد المدفع مخبينو تما ما عرفتش علاش مغطينو. عندهم الدرك هذا قديم بزاف اخوت. بلا ما نطول عليكم بزاف في الفيديو هذا، بغيت نتشارك معكم نوريكم الالامو كيفاش داير ديال سان انطونيو، وداكشي الحروب اللي كانت دايره هنا في سان انطونيو وفي تكساس اون جينيرال. خصوصا هنا في سان انطونيو كانت الحرب كثيره بزاف عندهم بيناتهم، ما بين ستيت وستيت وما بين دوك الهيسبانيكس اللي كانوا من المكسيك ودوك اللي اصلا اسباني. انتم كيما كتشوفوا اخوان، ما تنساوناش دعمونا بلايك اشتراك في القناه و بارطاجيو الفيديو مع كل شيء العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم وفي لي جروب فيسبوك. ف انستغرام او تابعوني على انستغرام وعلى الفيسبوك. مرحبا بكم، مرحبا باقتراحاتكم. مع السلامه، نشوفكم في وقت اخر. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.